موجز الساعة يأتيكم من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان العراق تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوعين بمناسبة عيد نوروز الذي يصادف في 21 من آذار المقبل. بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني في واشنطن مع لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أهمية حماية الأمن والاستقرار في إقليم كردستان ومواصلة دعم قوات البيشمركة. وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في جريمة اغتيال الناشط الصدري أيسر الخفاجي، مشددا على سرعة كشف هوية المجرمين ومحاكمتهم وفق القانون. كشف الباحث الاقتصادي منار العبيدي أن مجلس النواب العراقي يكلف موازنة الدولة العراقية 581 مليار دينار سنوياً، موضحاً أن كل نائب يكلف الدولة 5 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل 50 برميل نفط يومياً. قال مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي إن المالكي أوصى النواب بعدم حضور جلسة البرلمان التي خصصت لبحث إخراج القوات الأمريكية لأنها مسؤولية الحكومة. والخبر الأخير، حيث نقل الصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في البنتاغون تأكيده التراجع عن استهداف قيادي كبير في الفصائل العراقية المسلحة بعد إعلانها الهدنة. الموجز انتهى، شكرا لطيب الاستماع، في أمان الله.